انتشار الغازز، وحكينا عن الممبرين. اليوم راح نشوف الأكسجين شلون ينتقل من اللنج للتشيو ومن التشيو لللنج. Molecular oxygen is carried in blood in two ways. It is either bound to hemoglobin within the red blood cells or dissolved in plasma. إذا تتذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا الـ transport للغازز يعتمد على الديزولف ويعتمد على البريشر، وحكيناها شلون انه السي او 2 اذا كان الهاي بريشر واذا كان الديزولف عالي شلون راح يفرق عندي حتى لو كان البريشر عالي باذر غازز. فهنا بالاكسجين هو اما ان يكون bound to hemoglobin within the red blood cells or dissolved in plasma. الأكسجين is poorly soluble in water على عكس منه عكس CO2 اللي قلنا it is highly soluble in the water. So only about 1.5% of oxygen transported carried in the dissolved form. معناها ملي الأكسجين وين ينتقل؟ عن طريق إيش؟ عن طريق الهيموغلوبين. عن طريق الهيموغلوبين. Indeed, if this were the only means of oxygen transport, a PO2 of 3 atmospheric or a cardiac output of 15 times normal would be required to provide the oxygen level needed by the body tissue. يعني إذا إحنا كان اعتمادنا على الديزولف فورم أحتاج أنا 3 أضعاف زين الاتموسفيريك بريشر، وأحتاج 15 مرة الكاردييك أوتبوت أكثر حتى يقدر يوفر لي أكسجين للبدن. This problem of course has been solved by hemoglobin and 98.5% of oxygen ferried from the lungs to the tissue is carried in a loose chemical combination with the hemoglobin. يعني لو ما كان عندنا هيموغلوبين كان الموضوع very difficult أو أشبه باللي يكون مستحيل أن الأكسجين ينتقل بالبدي، لأن الديزولت فورم هو فقط 1.5 بينما 98% ونص هو ينتقل carried in the هيموغلوبين. أكو فتشي اسمه Association of Oxygen and Hemoglobin. انتوا اخذتوا بالهيماتولوجي بالفسيولوجي اخذتوا ان الهيموغلوبين is composed chain بأربع polypeptide chain each bound to the iron containing heme group. يعني راح نشوف انه احنا كل هيموغلوبين يشيل كم particles من الاكسجين؟ أربعة. Because the iron atoms bind oxygen, each hemoglobin molecules combine with the four molecules of O2 and oxygen loading is rapid and reversible. يعني الهيموغلوبين يشيل الأكسجين بسهولة وينطي الأكسجين بسهولة. شلون؟ The hemoglobin-oxygen combination called oxyhemoglobin and it is written hemoglobin O2 HbO2. يعني الاكسجين من يتشلب بالهيموغلوبين يسموه oxyhemoglobin. والهيموغلوبين that has released the oxygen is called reduced hemoglobin or deoxyhemoglobin واللي يرمزوا له HHB. اذا الاكسجين مرتبط مع الهيموغلوبين يسموه HbO2 واللي هو أكسيهيموغلوبين، وإذا الهيموغلوبين ترك أو حرر الأكسجين يسموه ديوكسيهيموغلوبين واللي يرمزوا له HHB. لحد الآن الأمور واضحة؟ كل هيموغلوبين بها four particles من الأيرون، كل أيرون تشلب بوحدة
جزيئات اكسجين. اذا الهيموغلوبين يشيل اربع بارتيكل فور بارتيكلز اوف اوكسجين. الاكسجين اذا ارتبط مع الهيموغلوبين يسموه اوكسي هيموغلوبين واللي يرمزوا له اتش بي او 2. اذا حرر الاكسجين معناها صار ايش؟ صار ديوكسي هيموغلوبين واللي يرمزوا له اتش اتش بي. دكتور بس الاكسجين دكتور مو يرتبط تقريبا 22.1 جرام من الهيموغلوبين مرتبط لا هسه راح توجه هسه راح ان انلودنج اوف indicated by single reversible equation. احنا قبل سلايدين ايش قلنا؟ قلنا ال combination and the release of oxygen from hemoglobin it is reversible and it is easily. زين reversible and easily يعني مو الهيموغلوبين راح يتشلب بالاكسجين ويقول له بعد اني ما انطي لغير مكان. لا الموضوع reversible والموضوع يتفسر بهاي الايكويجن اللي قدامكم. ال HHB ايش قلنا احنا هو الرمز مال من؟ مال الديوكسي هيموغلوبين. اذا ارتبط بالاكسجين وين؟ باللنج. ايش صار عندي؟ صار عندي اوكسي هيموغلوبين. اوكسي هيموغلوبين اللي هو ايش؟ HBO2 زائد حرر لي ايش؟ هيدروجين عشان تديكم. من يجي بالتشو راح ينطي للتشو جزيئه الاكسجين فصار ايش؟ صار ديوكسي هيموغلوبين اللي هو ايش؟ HHB. وحرر ايش؟ حرر الاكسجين لمن؟ للتشو. هذه المعادله ببساطه شديده اللي ده يصير عندي باللنج واللي يصير عندي بالتشو. زين احنا قلنا الارتباط of four particles يعني اول اكسجينه ترتبط باول ايرونه فتحت لي الباب للثلاثه الثانيه. After the first auto molecules bind to iron ما معناها انه يعني كانه غيرت شكلها بحيث تستقبل الثري اوكسجين بارتيكلز اللي راح تجي تشلب ويا الثري بارتيكلز اوف ذا ايرون. As a result it is more readily takes up two more auto molecules and uptake of the fourth is even more facilitated. يعني اول جزيئه هيموغلوبين عفوا اكسجين ترتبط بالهيموغلوبين تفتح لي الباب للثلاث جزيئات الثانيه. زين بحيث تخلي الموضوع جدا سهل انه ترتبط الثانيه وترتبط الثالثه وبعدين ترتبط الرابعه او بالرابعه بعد اسهل ارتباطها بال الهيموغلوبين. اذا الفور بارتيكلز اذا فور هيمو جروبس ار باوند تو او 2 الهيموغلوبين مولكيول is said to be fully saturated. احنا بالكوفيد اخواني شفتوا الاوكسيميتر اللي استخدمناه بالكوفيد هوايه واللي صار كلش يعني بكل بيت موجود اوكسيميتر. نعم دكتور. الاوكسيميتر يقيس لي الهيموغلوبين ساتوريشن. زين البلاد ساتوريشن المن للاوتو. يعني اذا كان فولي ساتوريتد المفروض ان يطلع عندي من 98 الى 100. زين هاكسجين. زين اذا وحده او اثنين او ثلاثه من الاكسجين مولكيولز ار باوند الهيموغلوبين ايش راح يسموه؟ partially saturated. يعني ما صار fully saturated انه اخذ four particles. ايش قد تتخيلون انه احنا نحتاج من هذا الاكسجين اللي ارتبط بالهيموغلوبين؟ وحده ولا اثنين ولا ثلاثه لو كله نحتاجه؟ أربعة دكتور نورمال. نحتاجين أربعة مو راح نحتاج إحنا 25% فقط من هذا الأكسجين اللي يرتبط بالهيموغلوبين يعني ربع الكمية.
ربع الكمية. ماشي إخواني؟ By the same token, unloading of the oxygen molecules enhance the unloading of the next and so on. مثل ما ارتبط الهيموغلوبين بجزيئات الأكسجين ارتبطت الأولى وفتحت لي باب حتى ترتبط الثانية وفتحت لي باب حتى ترتبط الثالثة والرابعة، نفس الشيء بالألودينج، نفس الشيء بالتحرر. يعني من راح ينطيني الهيموغلوبين جزيئة الأكسجين للتشيو راح تفتح لي الباب إنه تنطي الثانية والثالثة والرابعة إذا احتاج، إذا أنا احتاج. زين، الأفينيتي يعني شنو؟ ها؟ يعني ميلان، شنية؟ يعني ميلان، يعني الارتباط. عفية، يعني القابلية للارتباط أو الميلان للارتباط. الأفينيتي أوف هيموغلوبين فور أوكسجين changes عفوا with extent of the oxygen saturation and both loading and unloading of oxygen are very efficient. هاي حكاية يعني راد لها تفسير. يعني شو وقت اقول الافينيتي تزيد وشو وقت اقول الافينيتي تقل؟ معناها انه اكو وي هاف سم سيتويشن الافينيتي اوف اوكسجين، يعني اوف بايندينج اوف اوكسجين تو هيموغلوبين ممكن عندي تزيد. يعني انا دائما اقول قابليه التجليب، قابليه الـ الـ الامساك زين بالاكسجين بالنسبه للهيموغلوبين تتغير بظروف معينه. يعني سم تايمز انه الهيموغلوبين يبدي ينطي الاكسجين للتشو بصوره اسرع بكثير من 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 ظروف ثانيه. The rate at which hemoglobin reversibly bind or release the O2 is regulated by number one, the pressure of the O2, number two, the temperature of the body, number three, the blood pH, number four, the pressure of the PCO2 and the blood concentration of an organic chemicals اللي يسموه BBG. اذا موضوع الافينيتي للاكسجين بالنسبه للهيموغلوبين تتغير حسب تغير الظروف اللي هي عددتها اني، البريشر للبي او 2، البريشر للبي سي او 2 هذا الاثنين، التمبريتشر 3، البلد بي اتش 4، والكونسنتريشن اوف بي بي جي. ذيس فاكتور انتراكت تو انشور ادكويت ديليفريز اوف ذا او 2 تو ذا تيشو. يعني معناها انه هذه الفاكتورز هي اللي تحدد لي الافينيتي لل اوف اوف هيموجلوبين المن للتشو. يعني ينطيني او الديليفر اوف ذا اوكسجين للتشو، ان ينطيني الاكسجين بارتكلز المن للتشو. شلون الريليشن شيب بتوين ذا ديجري اوف هيموجلوبين ساتوريشن اند ذا بي او 2 اوف ذا بلاد از نوت لينير. از نوت لينير يعني شنو؟ يعني مو خط مستقيم. مو معناها اني كل ما زاد عندي البي او 2 كل ما راح يزيد عندي مثلا الافينيتي للاكسجين او الريليز اوف ذا اوكسجين، زين تحرر الاكسجين. لو كان هيك معناها الكارثه راح تصير عندنا قويه. الاكسجين هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف از اس شيب كيرف، از اس شيب كيرف and has a steep slope of PO2 value between 10 and 50 millimeter Hg and then flatten out اللي يسموها بلاتشوا between 70 and 100. شنو معناها؟ خلي نطلع هذا الاس شيب اللي دا تشوفوه قدامكم اللي هو relation between the oxygen saturation to hemoglobin then will volume of O2 unloaded to the tissue. يعني هنا القابلية للأخذ الأكسجين وهنا القابلية المن لتحرر الأكسجين. شوفوا كل ما كان عندي البريشر مال البي او 2 قليل، القابلية للتحرر
الفوليوم اوف ذا اوتو انلودد شبيها كلش ده تمشي بصوره عاليه، بصوره يعني نقدر نقول عليها فيرتيكال عموديه. من وصل عندي البريشر، البريشر مال الاكسجين هنا شوفوا بالرسم ايش قد وين وصل لل15. ايش صار عندي؟ صار عندي الاس شيب بدا ايش ينحني باتجاه ايش الانلودنج، صارت الوضعيه مختلفه. يعني لو اني بقيت بهذا اللينير دايركشن للعمود ممكن اني اوصل بفيري هاي بريشر وبعدني ما عندي انلودنج للمين للاوتو. زين under normal resting condition البي او 2 ايش قد؟ 100 100 مليمتر زئبق. الارتيريال بلد هيموغلوبين قلنا ايش اذا كان فولي ساتوريتد ايش قد؟ 98 98% حتى اقول هذا فولي ساتوريت. ليش مو 100%؟ دكتور لانه النمز البين مالته من يرجع البين اللي راجع للهارت. دكتور يعني ال 1% ديزولف 1.5% ديزولف و 98% هي اللي المن اللي محموله عن الـ على الـ على الـ على الهيموغلوبين. اند 100 مل of systemic arterial blood contain about 20 ml of auto. كل 100 ml من systemic arterial blood تشبيها تأخذ تقريبا 20 ml من الأوتو. واضحة؟ زين. The nearly complete saturation of the hemoglobin in arterial blood explain why breathing deeply which increase both the alveolar and arterial PO2 causes very little increase in the O2 saturation of hemoglobin. هسه أنا إذا جيت حطيت الأوكسيميتر بإيد أي واحد بيكم بالأصبع أي واحد بيكم راح أشوف إيش قد الهيموغلوبين ساتوريشن. 98 إذا قلت لك أخذ نفس قوي يعني سوي هايبر فنتيليشن راح يتغير؟ لا، لأن هو nearly complete يعني كل 20 كل عفوا 100 مل من الـ من الارتيريال بلاد هي شايلة 20 مل من الأكسجين وانتهى الموضوع. زين الـ PO2 measurement indicate only the amount of the O2 dissolved in plasma not the amount bound to hemoglobin. زين الـ PO2 value are good index of the lung function and when arterial PO2 is significantly less than alveolar PO2 some degree of the respiratory impairment will be exist. وضحت؟ الـ PO1 يعني الـ lung function it is intact. أقول الخلل وين؟ خلل وين؟ اللانج مو؟ اللانج either there is an obstruction or there is fibrosis. Obstruction or fibrosis يعني يا إما عندي خلل بال الفنتيليشن يعني كمية الأكسجين اللي واصلة للفيلاي صار بيها إيش؟ deficiency أو صار عند خلل وين؟ وين؟ بالممبرين مال الالفيولار due to fibrosis او صار عندي خلل وين؟ بالبرفيوجن of the arterial blood supply المن لللنج. اكو غيرهن؟ يا عرب اكو غيرهن؟ لا دكتور ماكو ما عندنا غير هن ذني الثلاثه. يصير عندي fibrosis راح يصير عندي poor compliance to lung طبيعي. This is number one. Foreign body or due to a tumor يعني malignancy inside the lung intraluminal extraluminal معناها ايش راح يصير عندي الدايميتر اوف ذا برونكاي شبيها اقل معناها ايش راح يصير الاوتو اللي واصل المن للالفيولاي اقل. هذا واحد.
صار عندي ايش؟ فايبروسيس، صار عندي ثيكنينج وين؟ بالالفيولار وول. صار الاكسشينج بتوين ذا الفيولاي اند ذا تيشو شبي اقل من الطبيعي. البيرفيوجن اذا قل للالفيولاي، يعني البيرفيوجن يعني الدم الواصل، يعني انا عندي اكسجين بس اريد عمال تجي تشيل هذا الاكسجين وتوصله للتيشو اللي هو شنو؟ اللي هو البلد، اللي هو الهيموغلوبين. واحنا قلنا الهيموغلوبين هو اللي يشيل الاكسجين ويوصله. عمال ما ظل عندي، صار عندي قله بالبيرفيوجن ديو تو مثلا بولمونري امبوليزم. البولمونري امبوليزم معناها الارتريز اند ذا كابيلاريز اوف ذا لانج اللي جايتني من التيشو لللانج شبيها بها خلل. صار ايش عندي؟ صار عندي ديفكت، معناها صار لو ساتوريشن اوف ذا اوتو. اذا البي او 2 ميجرمنت ات از and when the arterial blood arterial PO2 is significantly less than alveolar PO2 some degree of the respiratory impairment will be exist. Respiratory impairment يعني صار عندي خلل بالoxygenation. يعني من صار عندي أنا ال PO2 value بال arterial PO2 أقل من الالفيولار، يعني صار عندي خلل وين؟ بالبيريفيوجن. معناها صار عندي ديفكت. وصلت الفكره ولا تمام دكتور؟ واضح. شو بس واحد يقول لي تمام واضحه والبقيه واضحه دكتور؟ ما واضحه مو واضحه ولا مو واضحه دكتور؟ بس ده ممكن البيرفيوجن بس فايبوسس واضح والأوبستراكشن واضح بس البيرفيوجن. تذكرون اكو سلايد عرضته بالمحاضرة السابقة، فتشي لونه أزرق وفتشي لونه أحمر، قلت لكم هذا البلمنري بيرفيوجن وهذا التيشو بيرفيوجن، تذكرون ولا لا؟ نعم دكتور. نعم خلي أعيدها. اكو شيء اسمه بيرفيوجن واكو شيء اسمه فنتيليشن، واضحة؟ الفنتيليشن هو كمية الاير اللي واصلة للالفيولاي، هذا فنتيليشن تهوية. من يكون عندي نورمال فنتيليشن، يعني الاير واصل لي من الاتموسفير الى وين؟ الى الالفيولاي بصورة كاملة، معناها عندي ايش؟ good ventilation، معناها نص الريسبيراتوري بروسس انتاكت، بقى عندي ايش؟ انا وصلت هسه اير المن للالفيولاي، بقى لازم اوصل انا الاير، يعني اقصد بيه الاكسجين، بقى عندي لازم اكو عمال تجيني تاخذ هذا الاكسجين من الوول اوف ذا الالفيولاي توصل المن تيشو للتيشو دكتور للبادي تيشو. هاي العمال شنو اللي ينقلها؟ البلاد دكتور. الدم وين يمشي؟ الى طرق لو ما الى طرق اللي هي شنو؟ هي كابيلاريز ارتريز كابيلاريز، مو صح؟ صح دكتور. هذا البلد حتى يوصل لي للوول اوف الفيولاي شي يسموه ريفيوجن. فيري جود. صار عندي عمليتين، واحده اسمها فنتيليشن واحدة اسمها بيرفيوجن، هذني يشتغلن بطريقة متساوية. أي خلل بوحدة من هذولة يصير عندي خلل بالرسبريشن. إذا قلت لكم الفنتيليشن ممكن يصير بي يعني ديفيشنسي، شنو اللي يسوي لي هذا الديفيشنسي بالفنتيليشن برأيكم دكتور؟ يقلل الأوتو اللي يصلى الفيلوي اللي يوصل للالفيولاي، يعني شنو اللي يقلل الاوتو الواصل للالفيولاي دكتور؟ يعني يصير عندي ضيق بالبرونكاي. تضيق بالبرونكاي دكتور يصير فيري جود، اللي هو راح يصير عندي التضيق لاي سبب، يا اما ابستراكشن يا اما فايبروسيس يا اما سبازم، مو صحيح؟ زين خلل باللانج هو حيسبب زين. هذا البرفيوجن شنو اللي يسوي لي؟ يعني شنو اللي يقلله؟ شنو اللي يقلل وصول البلد للمن دكتور؟ قد مشكله تكون يعني بالدم نفسه مثل فقر الدم يعني واحد
واحد فقر الدم واحد بعد دكتور يعني ثرومبوسيس يصير بالدم ثرومبوسيس فيري جود مو سامعين بالناس اللي يقولوا لهم عندهم خثره بالرئه هذول اللي يصيرون بوست اوب مثلا يعني ورا العمليات اللي ما يتحركون اللي يصير عندهم يسموها ديب فينوس ثرومبوسيس مثلا بالليج وبعدين وراها تطفر تسد لي واحد من الارتريز اوف ذا لانج فيصير عندي وين اني صار عندي ايش قله ميمن بالبرفيوجن اذا اني صار عندي خلل بالبرفيوجن معناها صار عندي خلل بالريسبيراتوري صار عندي ريسبيراتوري امبيرمنت البي او 2 البي او 2 وين الارتيريال بي او 2 از سيجنيفيكانتلي ليس ذان الليفيولار بي او 2 اللي هو وين عندي يعني معناها البرفيوجن اقل معناها البي او 2 اقل صار عندي ايش ديجري من الريسبيراتوري امبيرمنت واضحه ولا لا واللي يقول ما واضحه هسه يصير بيها شق حلوك واضح دكتور واضح دكتور واضح دكتور عافيه الهيموغلوبين ساتوريشن كيرف ريفيلز تو اذر امبورتنت فاكت هذا اللي هسه انا شوفتكم اياه الهيموغلوبين ساتوريشن كيرف اللي قلنا هو مو كيرف لينير هو اس شيب اولا الهيموغلوبين is almost completely saturated at a PO2 of 70 millimeter Hg and further increase in PO2 produce only small in oxygen binding small increase in oxygen binding قبل هذا السلايد خلي ارجع Under normal resting condition PO2 ايش قد يساوي 100 ملم دقيق عشت يديكم زين نرجع Hemoglobin is almost completely saturated at PO2 of 70 يصير عندي آني تقريبا complete saturation حتى يصعد هاي الثلاثين البرشر احنا مو قلنا هو 100 الثلاثين هاي يعني زيادة الله سبحانه وتعالى منطينا اياها زين حتى الفيرذر انكريز ان دي بي او 2 اني ما احتاجها زين شوفوا قدرة رب العالمين انه احنا بال 70 الاكسجين ساتوريشن عندي كومبليت ولهذا الناس اللي هم عايشين فوق الجبال ولا يموتون ولا كل شيء مع العلم ايش البي او 2 هناك اقل ولا اعلى لا اقل ولهذا ليش لان الساتوريشن اخواني وين يصير كومبليت شوفوا قدرة رب العالمين من خلى الله سبحانه وتعالى انه الساتوريشن مال الهيموغلوبين هو مو لينير لو انه احنا انه الموضوع لينير وانه البريشر مالتنا 100 ويظل يحمل اكسجين معناها الساتوريشن مالتنا قد راح يوصل يجوز 150 160 معناها كنا ايش نموت من قد الاكسجين اللي موجود عندنا بالبدن The adaptive value of this is that O2 loading and delivery to the tissue can still be adequate when the PO2 of inspired air is well below the tissue level. A situation common at higher altitude and in those with cardiopulmonary disease. ولو انه احنا صار عندنا اي cardiopulmonary disease لو انه هذا الكيرف هو اللينير مو كيرف مو اس شيب كان اي كارديوبلمونري ديزيز احنا نحتاج يجوز كل واحد يشيل 4 قناني اكسجين يفتر وياه زين بالبيت هذني الاربعه لازم يفترن هو بالبيت يطب للتواليت ويطلع ويروح للمطبخ ويرجع لغرفه النوم ولا اربع قناني وياه بس الله سبحانه وتعالى خلى كومبليت ساتوريشن وين لودينج والالودينج تعتمد وين
من يعدد لي ياهن دكتور؟ البي او 2 بي سي او 2 very good. و تمبرشر و بي اتش اوف ذا بودي و دي اتش بي سي او 2 عافية. هذين الخمسة اذا وصلتنا فد فكرة انه معناها لو انه اني البي او 2 الا 100% حتى اني انطي الهيموغلوبين للتشو معناها ايش راح يصير؟ دوله بالعايشين على الجبال ياكلون تبن ولا لا؟ مو صحيح انا راح يموتون. فمعناها راح يجيني هو اللودينج اكر اون البي او 2 ويل كوز لارج انكريز ان اللودينج. ولهذا إذا لاحظت المخطط، خلي أشوفكم إياه، نرجع عليه، نرجع عليه المخطط، شوفوا الألودينج وين صار عندي هواية؟ وين؟ بالستيب بورشن مالت الكير. معناها إيش؟ معناها كل ما قل عندي الأكسجين كل ما الألودينج شبيه الألودينج يعني الألودينج يعني قابلية التجليب الإمساك صارت أقل، يعني صار انه اللودينج اكثر. وضحت الفكره؟ وانه احنا لو جينا فرضنا مثلا نورمالي زين، هذا نورمالي، اذا صعدنا على الجبال والاوتو اقل المفروض يتشلب بقوه شقد؟ اكثر ولا اقل؟ اكثر دكتور. والله لا دكتور، اقل حتى قبل التشو، ينطل التشو ببرشر اقل. يعني كل ما البرشر عليه كل ما الاكسجين بدا ينطل الهيموغلوبين بدا ينطل اكسجين للتشو بسهوله اكثر. وضحت الفكرة؟ نعم دكتور. عاشت إيديكم. وضحت دكتور. عاشت إيديكم. زين. Normally only 20 to 25 systemic circuit and substantial amount of the O2 are still available in the venous blood. The venous reserve. معناها شنو؟ معناها انه احنا ما نحتاجه حتى يصير عندي اكسشينج للاوتو والسي اوتو ايش قد من الـ من الـ من الاكسجين؟ 25% فقط، والباقي هو ايش؟ هو يسموه venous reserve. يوصل لنا فد فكره، يعني هل من المعقول اني هسه من اخذ تايدال فوليوم؟ شنو تايدال فوليوم يا عثمان احمد رجب؟ عثمان شنو تايدال فوليوم؟ عثمان كلور تايدال فوليوم هو المجموع الكلور مال الكلور هو الفوليوم اللي موجود برا. ايه يعني المجموع الكلي مال الفوليوم اسمه تايدال فوليوم. لا يا عثمان، لا يا عثمان. او الدكتور عفوا المتبقي. لا يا عثمان، لا يا عثمان. دكتور هو دكتور اي والله جاوب دكتور، هو النفس الطبيعي اللي ناخذه واحنا مستريحين اللي هو 500 من انت كلا. قاعد من انت قاعد انت تاخذ تايدال فوليوم وتطلع تايدال فوليوم اللي هو اللي ما بي ان اكسترا فوليوم 500 ملل هو هذا التايدال فوليوم. فاذا احنا ناخذ ونمطي تايدال فوليوم معناها ايش قد نحتاج من الاكسجين اللي هو محمل على الهيموغلوبين؟ 25% فقط. 25 دكتور. زين ذاك اليوم أنا سمعت واحد ماخذ كاس رقم جينيس ماخذ يعني سموها بالغوص ما أدري مطول 9 دقائق ما أدري إيش قد، هذا مثلنا يحتاج بس 25%؟ ها أكثر دكتور. لا دكتور أكثر. هذا طبعًا يحتاج أكثر. راح يبدي يتداين 50% ويتداين 75% ويجوز يحتاج 90%. ماشي إخواني؟
اذا اكو فد شيء اسمه الفينوس ريزيرف اللي احنا نحتاجه للاوقات السوداء من نختنق من نغوص. زين thus if O2 drops to very low level in the tissue as might occur during the vigorous exercise, much more O2 will dissociated from hemoglobin to be used by the tissue cells without any increase in respiratory rate or the cardiac output. زين ولهذا يبقى عندي الكارديوك اوتبوت طبيعي. اخذتوا كارديو فاسكولار؟ نعم. من يقدر يقول لي شنو كارديوك اوتبوت؟ كارديوك اوتبوت شو يساوي؟ يساوي الكارديوك انبوت دكتور. كارديوك انبوت دكتور الهارت بيت في البوليوم. الدم اللي يخرج من القلب هو نفس اللي يعود للقلب. كارديوك اوتبوت شو يساوي؟ دكتور تعال ها؟ ولدي معادلة معادلة كارديوك اوتبوت يساوي لي دكتور هارت بيت في فوليوم ها؟ ممانعة الأوعية الدموية على ضغط الدم. يا ابويا معادلة معادلة شو يساوي لي الكارديوك اوتبوت دكتور الهارت ريت على الفوليوم ملتبلاينج باي شنو؟ ستارت فوليوم. ايش بيكم؟ مو اخذتوها الاولى؟ لا دكتور الكارديوك اوتبوت المحاضره ما اخذناها بعد. معقوله؟ دكتور الهارت ريت في اللي اسمه سترونج اولياء مو؟ اولياء جاوبتي؟ نعم دكتور. منين جبتيها اولياء هاي؟ من المحاضره؟ اي دكتور. موجوده؟ دكتور العام أخذناها بفيزياء. يعني العام أخذيها بفيزياء والسنة ناسيها. خوش الستروك فوليوم يعني شنو؟ حجم الضربة. حجم يعني the amount of the blood that ejected from the ventricles each beat. Each beat. The amount of the blood that ejected from the ventricles each beat. هنا اوكي؟ اوكي اوكي دكتور. زين اذا جينا هسه وشفنا القلب مال ميسي تتوقعون ايش قد البلس ريت مالته؟ عاليه ولا خفيفه؟ قليله عفوا. عاليه دكتور. هاي عافيه. هاي من يقول هاي؟ نعم دكتور. نعم دكتور. من يقول لو؟ ماني دكتور لو أسامة شو على استحياء دكتور لو دكتور مو متأكد من المعلومة ما نحكي دكتور أنا متأكد من عليه تكون سريع ضرباته الشخص الرياضي شبي شو تكون الشخص الرياضي تكون أسرع أكثر عاشة إيدك غلط زين بالرياضي تكون أقل يعني تكون اقل من الطبيعي ليش ليش تكون الهارت ريت حتى ليش تكون الهارت ريت اقل مثلا ستروك فوليوم اقل عشان تيدش خطا لان ستروك فوليوم اعلى دكتور هي اقل بس عددها اكثر هاي شلون هارت ريت يعني اقل بالقوه دكتور لا لا قوته قليله بس لا 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 الهارت ريت احنا مو قلنا الكارديوك اوتبوت يساوي لنا ستروك فوليوم بيش بالهارت ريت اذا كان الستروك ذولي الاثليتكس الهارت عفوا الستروك فوليوم مالتهم فيري هاي يعني الستروك فوليوم يعني الايجكشن اوف ذا فينتريكلز از هاي سو اذا كان عندهم نورمال هارت ريت او هاي هارت ريت معناها الكارديك اوتبوت ايش راح يصير بيه راح يكون فيري هاي كلش عالي لازم الله سبحانه وتعالى شي يخلي عندهم الهارت ريت اقل ستروك فوليوم عالي حتى تطلع عندي نورمال كاردييك اوتبوت وصلت الفكره نعم دكتور ممكن تعيد دكتور والله مو صعبه هارت ريت ستروك فوليوم كل ما زاد الستروك فوليوم لازم يقل عندي الهارت ريت حتى يبقى عندي الكاردييك اوتبوت متساوي الاثليتكس الناس الرياضيين الستروك فوليوم عندهم عالي
الاماونت اوف ذا ايجكشن اوف بلاد فروم ذا فنتريكلز هاي. سو اذا طلع عندي الهارت ريت نورمال والستروك فوليوم عالي معناها الكاردييك اوتبوت ايش راح يصير بي؟ راح يطلع عالي. راح يطلع عالي معناها لازم ايش يطلع عندي حتى اطلع الكاردييك اوتبوت نورمال؟ لازم يقل عندي ايش الهارت ريت. الريت هذا كل الموضوع. زين تمام دكتور. زين هسه خلصنا وراح نجي هسه على الـ influence of the other factors on hemoglobin saturation. الـ temperature, الـ blood pH, الـ PCO2 and the amount of the BBG in the blood. شنو هذا الـ BBG دكتور خبصتنا به انت؟ الـ BBG اخواني 2-3 bisphosphonate bisphosphoglycerate which bind reversibly with the hemoglobin. إذن فد item يشلب ويا من ويا الهيموغلوبين. هذا is produced by the red blood cells as they breaks down glucose by the anaerobic process which is called the glycolysis. ال RBCs شلون تحصل على الـ على الانرجي؟ عن طريق ايش؟ عن طريق الجلايكوليسيس. كل ما صار جلايكوليسيس كل ما حررت ايش؟ حررت 2-3 bisphosphoglycerate. اي انكريز ان ذا تمبريتشر البي سي او 2 والهيدروجين كونتينت اوف ذا اوف ذا بلاد اور بي بي جي ليفل ان ذا بلاد decrease the HBS affinity for hemoglobin and cause the oxygen hemoglobin dissociation curve to shift ilmen to the right. خلي نفتهم اخواني انه هذا الكيرف اللي شفناه احنا ممكن خلي اطلع الكيرف هذا الكيرف اخواني ممكن يصير بش shifting to the right وممكن يصير بي shifting element to the left. متخيلين الوضعية؟ يعني هذا الكيرف الأزرق ممكن ينزل يعني بمكان ما احنا واصلين للعشرين نوصل المن للخمستعش. تشوف كله لا وممكن يصعد فوق يعني بعد نصعد فوق العشرين. متخيلين الوضعية؟ يعني ممكن shifting للرايت وممكن shifting المين للليفت. زين زين هذا shifting للرايت وللليفت يأثر لي على يمين على loading and unloading of hemoglobin to oxygen. loading and unloading يعني من يتغير من 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 يصير shifting to the right side معناها ايش؟ معناها ال unloading of oxygen from the hemoglobin راح يصير easier. شو يصير؟ easier يعني ال affinity شو يصير بيها؟ اقل. conversely a decrease in any of these factors increase the hemoglobin's affinity increase the hemoglobin's affinity for the oxygen and shift the dissociation curve المن للليفت سايد. يعني معناها الهيموغلوبين قام يتشلب بالاكسجين بقوة ما ينطي بسهولة فقام يصير يروح وين؟ للليفت سايد. زين الدكتور المقصود هنا يعني CO2 تدخل مكان الO2 فتمنعها تقللها؟ لا لا هسه هذا المخطط راح يوضح لك القصة شنو. اللون الطوخ هذا انتو دا تشوفون انا من دا اشير له لا نعم تشوف هذا اللون هذا هو النورمال هذا النورمال كيرف اوكي واللي هو هذا. اذا صار عندي اني هسه البي او 2 فرضا
اذا البي او 2 قل معناها المفروض الكيرف وين يروح؟ شفت دراستي للليفت 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 للرايت اذا قل المفروض وين يروح عندي؟ يروح عندي للرايت. زين اذا زاد عندي السي او 2 بالبلاد البريشر مال السي او 2 المفروض الكيرف وين يروح؟ للرايت. معناها اني البدي اذا تعامل وياي اذا البدي اذا تعامل وياي قانونيا وقال لي والله اني ما عندي بي او 2 عالي زين اني ما اقدر انطي اكسجين وقال لي اني التمبريتشر مالتي نورمال وقال لي اني البي بي جي مالتي نورمال زين معناها اني اذا البي سي او 2 بدا انكريز راح يصير عندي راح يصير عندي respiratory failure. لكن المفروض كل ما زاد عندي البي سي او 2 البي سي او 2 كل ما الكيرف وين يروح باتجاه انه ينطيني اكسجين اكثر اسهل مو صحيح فمعناها اذا زاد عندي البي سي او اذا قل عندي البي او 2 البريشر مال البي او 2 معناها وين يروح للرايت للرايت اذا زادت عندي التمبريتشر المفروض وين يروح للرايت اذا قلت عندي التمبريتشر المفروض وين يروح للليفت يروح للليفت يقوم يتشلب بالاكسجين اكثر زين As a cell metabolizes glucose and use O2, they release CO2. هاي عادية. كل جزيئة، كل cell, body cell, هي تستخدم الO2 وتطلع CO2, which increase the PCO2 and H level in the capillary blood. Both declining in the pH, acidosis, and increase the PCO2, شو راح يسوي لي؟ Weaken the hemoglobin-oxygen bond. And a phenomenon which is called Bohr effect. Bohr effect. يعني الأسيدوسيز يعني زيادة الهيدروجين أو قلة بالPH. من أقول هو يعني لي أسيدوسيز أو إنه أقول الH زاد عندي معناها أسيدوسيز والعكس صحيح إنه الPH إذا زاد معناها إيش؟ الكالوسيز. إذا قل الـ H عندي معناها إيش؟ معناها الكالوسيس. أوكي؟ كل ما الـ pH يزيد معناها إيش؟ الكالوسيس. كل ما الـ pH يقل معناها إيش؟ الكالوسيس. كل ما الـ H كل ما الهيدروجين زاد كل ما معناها الكالوسيس. كل ما قل معناها الكالوسيس. فمعناها كل ما صار عندي ميتابوليزم المن لل ال 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 بالسيلز بالتشو سيلز وطلعت حررت عندي سي او 2 وزاد السي او 2 بالبلاد معناها ايش راح يصير عندي اني لان كل ما زاد عندي سي او 2 كل ما راح يصير عندي يتحرر يتحرر هيدروجين معناها ايش صار عندي اسيدوسيس زين كل ما معناها اني يتحرر عندي سي او 2 هوايه صار عندي أسيدوسيس هواية هذا ايش راح يسوي هذا راح يضعف الهيموغلوبين هيدروجين بوند الهيموغلوبين هيدروجين بوند يضعفها زين راح خل الفينومينا شو يسموها البور افكت ليش يضعفها برايكم دكتور لان الهيموغلوبين اللي في الاو 2 اثر ليش يضعف الاو 2 صاعد فال يعني يطلع أكسجين للأنسجين يعني أنا شريد من عنده أريد من عنده يحول لي الهيموغلوبين أكسجين ديسوشيشن كيرف المين للرايت للرايت فمعناها لازم شيف شبيها البوند شبيها طبعا تمضي أكسجين بسهولة أوكي أوكي دكتور وضحت
راح نجي فشي اسمه هيموغلوبين نيتريك اوكسايد بارتنرشيب ان دي غاز اكسشينج. النيتريك اوكسايد سكريتد باي فاسكولار اندوثيليال سيل از اول ناو فيزو دايليتر. ما سامعين بالنيتريك اوكسايد؟ هذا النيتريك اوكسايد يطلع لي من الاندوثيليال سيلز وهو معروف كفيزو دايليتر. الهيموغلوبين act as a nitric scavenger. شنو؟ ها؟ إزالة؟ شنية؟ مزيل دكتور. مكناسة. مكناسة. زين؟ كناس. scavenger يعني كناس. زين؟ it's iron containing hemoglobin destroy the nitric oxide which should result in vasoconstriction. هاي شلون يعني؟ معناها اني اذا الهيموغلوبين يشتغل لي انه يكنس او يطرد النيتريك اوكسايد الايرون كونتيننج هيم جروب تحطم النيتريك اوكسايد، هذا ايش راح يصير عندي؟ معناها بالارتريولز والفينيولز ايش يصير؟ كونستريكشن. لان هو النيتريك اوكسايد هو فيزو دايليتر. Whatever the cause, inadequate oxygen delivery to the body tissue is called hypoxia. بدون اي cause، ما لي علاقه بالكوز، لكن ان ما يكون الدليفري اوف ذا اوكسجين للبودي تيشو اقل من الطبيعي هاي نسميها احنا الهايبوكسيا. This condition is observed more easily in fair skin people. الناس اللي هم كلش fair skin دول البيضان. زين؟ skin people because their skin and the mucosa take on a bluish cast because the cyanotic يعني discoloration when the hemoglobin saturation falls below 75. هسه احنا بالمديسين كلش عندنا difficulty نفرق بين واحد عنده cyanosis وهو black color or negroes وبين واحد هو fair skin وهو عنده cyanosis. cyanosis معناها ايش؟ معناها decreased auto saturation يعني blue discoloration of the mucous membrane and the skin. زين؟ In dark skin individual, this color change can be observed only in the mucosa and the nail beds. معناها السكين غطالي موضوع السينوسيس. حتى نعرف انه الهايبوكسيا ليش تصير بالبدي، يعني احنا هسه حكينا عن الاكسجين ترانسبورت وحكينا انه شلون الاكسجين ينتقل من البدي للهيموغلوبين وشلون الهيموغلوبين ينطي للتشو. لازم نعرف اذا صار عندنا خلل بهذه العمليه معناها صار عندي اني هايبوكسيا. الهايبوكسيا اخواني لها كلاسيفيكيشن. نمبر 1 انيميك هايبوكسيا which reflect poor O2 delivery resulting from two few RBCs or from the RBCs that contain abnormal too little hemoglobin. احنا مثل ما نعرف انه الهيموغلوبين ممكن يصير عندي به خلل، يعني سامعين بالسيكل سيل انيميا، سامعين بالثلاسيميا. زين؟ هذول الخلل وين عندهم؟ الخلل بالهيموغلوبين. معناها اذا كان عندي اني خلل بالنواقل للاكسجين معناها ايش ممكن يصير عندي؟ يسموها ايش؟ انيميك هايبوكسيا. انيميك هايبوكسيا يعني الخلل بالهيموغلوبين والخلل مو باللنج. خلل مو باللنج، اللنج وفرت اكسجين وانطت الاكسجين بس ما عندي عمال تشيل هذا الاكسجين وتوصله للتشو. يعني ايذر انه عندي قله بالهيموغلوبين حتى اسميه انيميك هايبوكسيا او عندي خلل يعني جايبي لي عمال اللي اعرج واللي اعمى واللي مكسر ايديه وما يقدرون يشيلوا لي الاكسجين. فاني المفروض اللي مثل ما قلنا سيكل سيل ثلاسيميا. زين؟ معناها ايش؟ راح ينطيني انيميك هايبوكسيا.
Number two, ischemic, stagnant hypoxia, which result when the blood circulation is impaired or blocked. مثل من؟ من يعطيني مثال؟ دكتور الأثيروسكليروسيس. ها؟ مو قلنا. ثرومبوسيس. Very good. ثرومبوسيس. يصير عندي ثرومبوسيس. هيستوتوكسيك هايبوكسيا occur when the body cells are unable to use O2 even though adequate amount are delivered like metabolic poisoning such as cyanide. هذول اللي ينتحرون بالسيانايد او اللي يقتلوهم بالسيانايد زين هو هنا المشكلة. البادي سيلز بعد ما تقدر تستخدم الاكسجين زين مع العلم انه اذا جينا حسبنا يعني كمية الاكسجين اللي هي ديليفرد هي انتاكت ما بيها شيء زين لكن اكو منع صار لهذا اليوز عن طريق ايش عن طريق السيانايد اللي يسموها هيستوتوكسيك هايبوكسيا and hypoxia. The last one, hypoxemic hypoxia is indicated by reduced arterial PO2. Possible causes include pulmonary diseases that impair ventilation and breathing air containing scant amount. بعد ما وصل عندي O2 للملت بصورة صحيحة يسموها hypoxemic هايبوكسيا زين. كربون مونوكسيد بويزنينج is a unique type of hypoxemic hypoxia. مثل ايش؟ من يكون اني عندي كمية ال other gases اكثر من الاكسجين والافينيتي مال الهيموغلوبين الهاي الغازز اعلى هذا راح يصير عندي hypoxemic hypoxia. مثل ايش؟ مثل الكربون مونوكسيد بويزنينج. الكربون مونوكسيد is an odorless, colorless gas that competes vigorously with the O2 or for the heme binding site. Vigorously يعني بقوة كبيرة زين إنه الكربون مونوكسيد يتشلب بالهيموغلوبين أكثر من الـ O2. Because the hemoglobin's affinity for the CO2 يعني الكربون مونوكسيد is more than 200 times greater than its affinity for oxygen, CO is highly successful competitor. يعني إذا أنا صار عندي poisoning بالCO بالكربون مونوكسيد الكربون مونوكسيد راح يتشلب بالهيموغلوبين 200 مرة أكثر منين من الأكسجين 200 مرة معناها إيش الهيموغلوبين مالتي راح يمتلي بشنو CO. زين. CO poisoning is particularly dangerous because it does not produce the characteristic signs of hypoxic cyanosis and respiratory distress. Dangerous ليش؟ ما راح ينطيني ال characteristic signs مال الهايبوكسيا اللي هي cyanosis and respiratory distress. Instead, the victim is confused and has a throbbing headache. Those with the CO poisoning are given hyperbaric therapy, if available, or 100 O2 until the CO has been cleared from the body. هاي النقطة لازم نركز عليها. جماعة الكرونيك أبستركتيف إيرواي ديزيز chronic obstructive airway disease اللي هم دول الهيفي سموكر اللي قلنا يصير عندهم ممكن انفيزيما وقلت لكم الالفيولاي طقق واحدة على اللخ وصير بولي يسموها انفيزيميتس بولي هذول مشكلتهم وين مشكلتهم بالاكسجين لو مشكلتهم بالسي او 2 برأيكم دكتور بالاكسجين مشكلتهم بالسي او لان انا قلت لكم هذول المشكله مالتهم مو بالانسبيريشن مشكلتهم وين بالاكسبيريشن ولهذا ذولا
يقعد على السرير ويحط إيديناته اثنينهن على السرير ويرفع كتوفه لي فوق، يسوي وينجينج المن للسكابيولا. حتى شي يسوي؟ حتى يحاول يزغر حجم اللنج. This is number one. Number two يسموهم بيرز ليب. يقوم شي يسوي من ياخذ نفس؟ يدفع، يعني ينفخ حتى شي يسوي؟ يجبر اللنج تطلع الاير اللي موجود انسايد، حتى يصير اكسشينج المن CO2. هذول مشكلتهم كومبليتلي ديفرنت علما عن الناس اللي عندهم CO بويزنينج، اللي هم مشكلتهم وين هنا؟ بالCO2 ولا بالO2؟ بالO2. لا مشكلتهم بالO2، هناك مشكلتهم بالCO2. So جماعة COPD اخواني، التريجر للريسبيراتوري سنتر هو شنو هو؟ والمفروض التريجر للريسبيراتوري سنتر يعني طرح السي او 2. المفروض التريجر للريسبيراتوري سنتر هسه راح نجي ناخذها ان شاء الله بالتشينج بال الكنترول اوف ريسبيريشن بالمحاضرات الجايه. يقول very small amount that change in the CO2 هي كفيلة إن تغير لي the respiratory rate and rhythm. Very small change بالCO2 يغير لي rate and rhythm، بينما أحتاج very high change بالpressure of the O2 حتى يغير لي respiratory rate and rhythm. وصلت الفكرة؟ نعم دكتور. زين، إذا جماعة COPD مشكلتهم وين؟ بالCO2. معناها شو راح يصير عندهم؟ البرين سنتر شو راح يصير عنده؟ راح يصير عنده adaptation المن الCO2. معناها الموديوليتر إلى منو راح يصير؟ يصير الO2. صار adapted لهاي الCO2 العالي بعد ما تغيره. زين فهمتوني؟ فمعناها بس من يقل الاكسجين او يصعد الاكسجين يلا يصير عنده تريجر للريسبيراتوري سنتر. زين معناها اما جماعه السي او 2 انطيهم اني اكسجين عالي ولا انطيهم اكسجين قليل؟ اكسجين عالي. رأيكم أنطي أكسجين عالي ولا أكسجين قليل؟ قليل. Very good. ليش قليل؟ لأن البرين صار عنده يعني شون تحبي يتحفز من ينطي أكسجين عالي. عافية. فإذا أنا انطيته أكسجين عالي جماعة COPD معناها أنا سويت قضيت على يمان، قضيت على سيوتو البرين؟ لا، قضيت على هاي الهايبوكسية اللي كانت تشغل لي البرين، لأن دور الCO2 شبي منتهي. البرين أدابتد للCO2. فأنا إذا انطيت أكسجين بدوز عالي معناها قضيت عليه من على الهايبوكسية، بعد ما يجيني تريجر للمن للبرين إنه ياخذ وينطي نفس، معناها المريض راح يدخل بإيش؟ بأبنية. ولهذا دائما الأكسجين delivery للناس اللي عندهم COPD ننطي just above the atmospheric pressure of the O2، يعني تقريبا ننطي من 22 إلى 24، مجرد إنه إحنا نخلي السيركل مشتغلة إنه ننطي أكسجين ونخلي السيركل مشتغلة حتى يبقى البرين sensitive المن للهايبوكسيا. بينما بالCO poisoning إذا أنا انطيت أكسجين بدوز قليلة معناها أنا جاي أسوي؟ جاي أضحك على نفسي، يعني الأفينيتي هنا نشقد للهيموغلوبين للسي أو 200 مرة أكثر، فلازم أني أنطي هيموغلوبين أكسجين ببرشر very very high حتى شو أسوي؟ حتى أجبر
اخلي اخلي الاكسجين يرتبط بمن بالهيموغلوبين اكثر منين من السيو يعني اخلي الافيلابيليتي اوف ذا اوتو اكثر منين من السيو حتى يكون ارتباطه ويا الهيموغلوبين اكثر لهذا شو نسميه نسميه هايبربارك اوكسجين ثيرابي يعني غرفه زين مفرغه من الاوكس من الاوك من الاير ونخليها هايلي بريشرايزد وذ ذا اوكسجين يعني يعني نزيد البريشر مال الاكسجين حتى نخلي الهيموغلوبين يترك السي او ويشلب بيمن بالاكسجين. وصلت الفكره؟ نعم دكتور. عشت ايديكم. احد عنده سؤال؟ نعم دكتور. تفضل. دكتور بس بالنسبه للنيتريك اوكسايد. اي. يعني الهيموغلوبين راح يقلل لو يصير كونستريكشن يعني بهاي الحاله بعد شنو؟ يرجع يسوي انذر؟ يعني الار بي سي تبقى يعني حتى تبقى المسيره مشتغله زين يعني انت تخيل لو انه النيتريك اوكسايد بقع عالي معناها ايش راح يصير عندي فازو دايليشن معناها انا راح اظل هايبوتنسيف وما اقدر اقوم من فراشي بس الله سبحانه وتعالى مخلي هاي الميكانيكيه ناس تنتج حتى يصير فازو دايليشن ناس تكسر حتى يبقى عندي كنترول بين الفازو دايليشن والفازو كونستركشن تمام شكرا دكتور دلل يلا كافي فحطوني يلا السلام عليكم ورحمة الله دكتور بس سؤال قبل